أقام حراكه المواطنة حقي ورشة عمل حول مخرجات مسودة الدستور التي صوت عليها عدد من أعضاء الهيئة الدستورية في البيضاء بحضور عدد من أعضاء المقاطعين. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يحمله لكم التقرير التالي. الدستور مصطلح أصبح يرتبط بأزمة وواقع ضبابي، فالهيئة المنتخبة انقسمت هي الأخرى، وغير البعض نصاب التصويت فيها، ولم يلتزم أعضاؤها بحكم يقضي ببطلان عملية التصويت التي تم بموجبها إصدار مسودة دستور دائم للبلاد. يعبر السؤال هنا عن أرضية الخلاف أو ما يشبه الانقسام وخلفياته. ففي طرابلس نظم حراك المواطنة حقي ورشة عمل حضرها أعضاء مقاطعين لهيئة الدستور، تم فيها تقديم عرض عن نقاط الاختلاف وما وصفوه بالمحاصصة والتقسيم الإقليمي لليبيا عبر مواد عديدة. فيما يتعلق بالمسائل، أهم المسائل التي تكرس لمبادئ الجهوية وتغليب الجانب الجغرافي ربما أو تكريسه في هذه المخرج الأخير الذي لا يعتبر مسودة الدستور بعد صدور حكم المحكمة، هي مسائل كثيرة فيما يتعلق بتشكيل مجلس النواب، فيما يتعلق بتشكيل مجلس الشيوخ وإصدار قرارات فيه، والمسائل الداخلة في اختصاصه فيما يتعلق بانتخاب الرئيس، بل حتى أن في انتخاب فيما يتعلق بتشكيل مجلس البحوث الشرعية ذكر فيه بأنه يجب أن يراعى فيه التوزيع الجغرافي. حراك المواطنة حقي وفي الأوراق التي وزعها على الحضور وضع مقترحا للحل يتم بموجبه تجميد العمل الدستوري إلى حين استقرار الأوضاع السياسية جراء مخالفة الهيئة للمدد الدستورية فضلا عن نص اتفاق الصخيرات. احنا اللي نقصد ان لو ان ما فيش اي طريقة اخرى على الاقل يجمد عمل الهيئة حاليا الى ان تتحسن ظروف الدولة، ثم تستأنف نرى ما هي البدائل، هل تستمر الهيئة في عملها، تنتخب هيئة جديدة. يجب أن نحد من هذا الأمر، هي أكثر عدد سكان ستستعمل العالم. المواطنة وعدم التمييز الجغرافي بين المواطنين هو أهم النقاط التي اعتبرها الحضور سببا في معارضة هذه المسودة لما لها أثر سيء على كل الحقوق الأخرى. طبعا تتكلم على حقوق المرأة، إذا كانت المسودة مبنية من الأساس على تفرقة في الحقوق سواء امرأة أو رجل، فبالتالي حتى المرأة أو الطفل أو أي أحد أو فرد من الشعب الليبي يعتبر حقوقه مهضومة. وفي ختام الورشة أصدر الحراك عريضة وقع عليها معظم الحضور تم مطالبة فيها السلطات القضائية بسرعة البت في القضايا التي رفعت ضد إجراءات الهيئة فضلا عن رفض مخرجات الهيئة نظرا لما سموه سلب حق المواطنة.